أصبح سهل جدا جدا. وبمدينة نيالا وحولها عدد كبير من الجسور الاستراتيجية، منها على سبيل المثال كوبري المطار الذي يربط المطار بمدينة نيالا، كما يربط حيدريج ببقية المدينة، وكوبري دومايا الذي يمثل معبرا لوادي نيالا على طريق نيالا كاس زالنجي وغيرها. ولتخفيف معاناة المواطنين وبفعل الحوجة الاقتصادية والأمنية وضرورة إزالة الفواصل الطبيعية التي تحول بين الناس والتواصل بكافة أنواعه، ولمواكبة التطور الحياتي، تحتم تشييد كباري بمواصفات عالمية لتمكن الشاحنات ذات الحمولات الكبرى من العبور والمرور إلى المدن والأرياف. وعلى وادي أزوم الذي يبدأ من جبل مرة وينتهي في بحيرة تشاد، حيث يأتي هذا الوادي بكميات كبيرة من المياه في فصل الخريف، مما يؤدي إلى حجز العربات لمدة قد تصل 3 أشهر. وعلى هذا الوادي وعلى بعد 18 كيلومتر من مدينة زالنجي تجاه مدينة الجنينة، تم إنشاء كوبري أزوم الذي يعد من أضخم الجسور، ويمثل حلقة وصل بين غرب السودان ووسط السودان، لأنه في فصل الخريف ما من معابر تربط بالجنينة وغرب السودان عموما وغرب إفريقيا إلا عبر